بالرغم من تهديدات السلطات تستمر التظاهرات، هذه المرة في ضاحية مونغ كونغ المكتظة التي كانت مسرحاً لمواجهات مع الشرطة. المتظاهرون حضروا مستعدين، معهم أقنعة لتغطية الوجه وللتصدي للغاز المسيل للدموع. نشعر بالخوف، لكن إذا استسلمنا لن يتظاهر أحد، واجبنا أن نكون هنا. في المقابل تجمع آلاف من أنصار الحكومة وبارتداء قمصان بيضاء عبروا عن دعمهم للشرطة. من حق الشرطة تنفيذ القانون، لقد استخدمت أقل قدر من القوة لتفريق المتظاهرين ولإحلال النظام. الجمعة وللمرة الأولى انضم مئات من موظفي القطاع العام إلى المتظاهرين. مطالبهم لم تتغير، يريدون سحب مشروع قانون يجيز تسليم مجرمين إلى بكين وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أساليب الشرطة. في المقابل ردت بكين والسلطات المحلية باعتقال العشرات، إجراء لم يثني المتظاهرين عن الدعوة إلى احتجاجات جديدة وإلى إضراب عام يوم الاثنين المقبل.